الله الرحمن الرحيم، سعيدة أن ألتقي بالطلبة والطالبات الأعزاء في محاضرة جديدة سنخصصها للظهر ببرص وتدعيم أركان الدولة المملوكية الأولى في مصر والشام. سنركز خلال هذه المحاضرة على ثلاث شخصيات بارزة. الشخصية الأولى هي سيف الدين قطز، الشخصية الثانية هي الظهر ببرص، والشخصية الثالثة والأخيرة هي سيف الدين قلاوون. لاحظنا في الحصص السابقة كيف استطاعت الدولة المملوكية الأولى والناشئة أن تتغلب على ثورات البدو الأعراب في مصر، وأيضا على معظم أبناء وأمراء البيت الأيوبي بالشام، ثم أكدت للعالم قدرتها الحربية وقوتها بالانتصار على المغول في معركة عين جالوت سنة 1260. هذه المعركة التي تعتبر إحدى أبرز المعارك الفاصلة في تاريخ الإسلامي، استطاع خلالها الجيش المملوكي بقيادة سيف الدين قطز إلحاق أول هزيمة قاسية بجيش المغول بقيادة كتبغا. هذه القوة التي سبق أن أسقطت الدولة الخوارزمية بخراسان والخلافة العباسية ببغداد وبلاد الشام وفلسطين. إذن بعد هذا الانتصار تحرك سيف الدين قطز في اتجاه دمشق وبلاد الشام، ليكون هذا أول دخول مملوكي لبلاد الشام التي ظلت تابعة للأمراء الأيوبيين. وبدخوله أصدر مجموعة من القوانين والقرارات لتعديل بلاد الشام وتقسيمها إلى عدة ولايات تابعة للقاهرة، وعين ولاة عليها تابعين لها. وبعد أن استتبت الأمور السياسية والاقتصادية في بلاد الشام، اضطر سيف الدين قطز إلى العودة بسرعة إلى مصر بعد وصول خبر تحرك المماليك البحرية الصالحية ونية غدرهم وخوفه من عودة المماليك البحرية إلى ما كانوا عليه من الثورات والاضطرابات، فصرف وجهه في اتجاه بلاد مصر. وهو في طريقه بلغ خبر هذا إلى ركن الدين ببرص، فخرج لملاقاته وغدر به في ضواحي مدينة القصير القريبة من الصالحية شرق مصر. إذن بعد أن استاء أيضا سيف الدين أيضا استاء ببرص من سياسة سيف الدين قطز، وخاصة أنه وعده بمنحه نيابة حلب إذا انتصر على المغول وتراجع في هذا الوعد. إذا هناك آراء متعددة، والواقع أن اختلفت روايات المؤرخين حول الأسباب التي أدت إلى مقتل سيف الدين قطز على يد ببرص وزملائه من المماليك الصالحية. المهم من كل هذا أن نهاية قطز كانت على يد ببرص، وبمقتله تحولت السلطة إلى الظاهر ببرص الذي أصبح أقوى الأمراء البحرية من جهة، وأيضا نظرا لأنه كانت له مواقف جد شجاعة في معركة عين جالوت ضد المغول، فأصبحت الأمور المألوفة في بلاد مصر خلال هذه المرحلة أن يحل القاتل محل القتيل في سدة الحكم. وتمت مراسم تنصيب بالقاهرة من في نفس السنة أي 1260، وتلقب بالملك الظاهر، ولم يكد يستقر له الأمور حتى اتخذ مجموعة من الإجراءات بهدف تثبيت أقدامه في السلطة بالتقرب من العامة والخاصة، وأيضا تخفيف الضرائب على الناس، فألغى تلك الضرائب التي كان قد فرضها سيف الدين قطز بحجة محاربة المغول، وعفى عن السجناء السياسيين، وقام بتحصين
الدولة الناشئة بالقضاء على الحركات المناهضة لحكم مثل ثورة دمشق وثورة القاهرة، وتخلص أيضا من بقايا العناصر الأيوبية المناوئة للحكم، فقضى بذلك على كل الثورات والانتفاضات التي اندلعت فور وصوله إلى السلطة، وأهمها ثورة الشيعي الكوراني. هذه الثورة التي اندلعت في القاهرة، فقضى على زعمائها وقتلهم وصلبهم بباب زويلة باش يعطي هناك نموذج لمعاقبة الثوار، وعقد مجموعة من التحالفات مع الدول المحيطة والمعادية للصليبيين مثل بيزنطة وصقلية وتتار القوقاز الذين أسلموا واستقروا عند بحر قزوين، وهؤلاء الذين عرفوا بعدائهم للتتار، فكان هذا محاولة لتحصين المملكة من هجمات الصليبيين. كما اهتم أيضا بتنظيم البريد للوقوف على أخبار المملكة وتعزيز صفوف الجيش المملوكي وتقوية هذا الأسطول، تقوية الجيش بأسطول أيضا بحري، فحارب الصليبيين في كل من منطقة أرمينيا والمملكة المسيحية، وأعاد إحياء الخلافة العباسية بعد العترة نتاع الدامية على يد المغول، فليحيط عرشه بسياج من الحماية الروحية الشرعية، ويظهر أيضا أمام العالم الإسلامي بمظهر الحامي للخلافة الإسلامية. وبذلك بايع الأمير أبو القاسم أحمد وهو من الخلافة العباسية، وكتب إلى سائر الملوك والأمراء والنواب خارج مصر وداخلها لكي يأخذوا البيعة للخليفة الجديد والدعوة له في المنابر وأن تنقش السكة باسمه، فبقيت الخلافة العباسية في القاهرة إلى الفتح العثماني سنة 1517. إذن هكذا انتقلت إلى إسطنبول، وقد سن بيبرس لأول مرة في تاريخ الدولة المملوكية ولاية العهد في دولة المماليك، وحصر هذه الولاية في الأسرة ديال بيبرس. لماذا؟ ليحول دون استمرار الصراع على السلطة بين الأمراء، وأشرك ولي عهده وهو بركة خان في الحكم ولقبه بالملك السعيد ليحول دون استمرار الصراعات حول السلطة. كما اهتم بيبرس بتحسين المناطق الحدودية والثغور، وعقد مجموعة من المعاهدات والاتفاقيات مع الدول المصدرة للمماليك ليغني أعضاء جيشه، واهتم أيضا بالمنشآت العمرانية. إذن هكذا استطاع السلطان بيبرس بأعماله الواسعة وإصلاحاته أن يحول دولة المماليك من دولة ناشئة إلى دولة قوية ومدعمة الأركان، وأن يمهد الطريق لخلفائه من بعده، فأصبحت لمصر مكانة هامة وزعامة في العالم الإسلامي، ومن هنا جاءت مكانتها التاريخية المتمثلة في صد هجمات التتار وتقوية كيان الدولة المملوكية. ونجد بأن الظاهر بيبرس قد حاز بإعجاب المؤرخين في الشرق وبالغرب بسبب هذه الإنجازات التي قام بها، فنجد أنه بعد وفاته يرى البعض بأنه زال بوفاته بيبرس أكبر عدو للعالم المسيحي منذ صلاح الدين الأيوبي، كما وصفه الحافظ الذهبي بأنه كان عظيم الهبة خليق بالملك يضرب بشجاعته المثل، له أيام بيض
في الإسلام وفتوحات مشهورة ومواقف مشهورة. إذا واعتبره ابن كثير، اعتبر وفاته قد فقدت البلاد الإسلامية أسدها. إذا رغم كل هذه المجهودات التي قام بها الظاهر بيبرس، ورغم جعل الخلافة في الأسرة نتاعو بشكل وراثي، إلا أن الصراعات استمرت والمكائد استمرت بعد وفاته بين أبنائه وبين الملك السعيد محمد المدعو ببركة خان والملك بدر الدين العادل سلامش والذي كان صغير السن، وأيضا مع مجموعة من الممالك الآخرين، الشيء الذي سيؤدي إلى تغيير الأمور التي طالب بها بوراثة السلطة، وهكذا سيتم عزلهم الواحد تلو الآخر في ظروف استمرار الصراع مع الصليبيين، ليتولى الأمر خلال هذه الفترة أقوى أمير مملوكي وسياسي خلال هذه المرحلة، وهو سيف الدين قلاوون الصالحي. وكان قد بلغ من السياسة ومن الدهاء ما جعله أن يتحكم في الأمور، طبعا خاصة أن جعل أبناءه أبناء الظاهر ببرس يتنازلون عن السلطة، خاصة بعد الصراعات التي كانت، وأيضا بعد محاولة المغول الدخول في حرب جديدة. وقد حاول السلطان قلاوون أن يمشي على السياسة اللي قام بها الظاهر ببرس نحو صد الخطرين الكبيرين، وهو الخطر الصليبي والتتار، وألحق بهم هزيمة بالقرب من مدينة حمص في سنة 1281، لينقلب إلى حرب الصليبيين ويهزمهم أيضا في معركة بجنوب اللاذقية. وهنا كنلقاو بأن بالرغم من تلك المعاهدات التي كانت قائمة ما بينه وما بين الصليبيين، ضرب عرض الحائط كل هذه المعاهدات فألحق بهم هزيمة كبيرة في اللاذقية، ولم يحل دون مشروعه التوسعي إلا وفاته سنة 1290. وكانت فترة ما بعد ببرس تقريبا سلسلة من حوادث الصراعات والبؤس، إذ لم يكن أحد من خلفه على مستوى يؤهله لأن يمارس صلاحيته إلا بواسطة الأتابكة الذين كانوا مثالا للجشع والفساد، والشيء الذي سيؤدي إلى تعاظم شأنهم. فاستطاعوا أن يؤسسوا دولة الممالك الثانية التي ستقوم على أنقاض الدولة المملوكية الأولى والتي استمرت 43 سنة. هذه الدولة حكم خلالها 12 سلطانا، وزادت حالة الفوضى واستبداد الأمور إلى أن تمت عزلهم وقلت أموالهم خلال هذه الفترة. فكان شيء طبيعي أن تظهر سلطة وقوة جديدة، وهي دولة الجراكسة أو الدولة البرجية، وهذا ما سنلاحظه في الحصة المقبلة. والسلام عليكم.